إلي 50 سنة بتصير. معيشتنا على الله وعلى هالصيدين. منبيعهم بالسوق هون بسوق الجنة. صياد شو الصياد؟ روحوا سوق السمك لأنه بدي بيع سمكته. كنا بنحلم نحن سوق سمك من هالشكل. الهدف هو تحسين وضع الصيادين وكل المستفيدين من سوق السمك في المنطقة ككل. المشروع اللي نحن واقفين حده هلا هو عباره عن خزان مي للمياه الشرب، سعته حوالي 300 متر مكعب، بيتغذى من ابار تفاحتا وبيوزع المي على عدد من احياء البلده وسكانها. هذا المشروع انعمل بوقت قياسي حوالي 3 أشهر. نتامل انه هذا الخزان يوفي بالحاجه المطلوبه ل تغطية كافة أحياء البلدة وسكانها ومنازلها. بقولوا وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني أنتوا جعلتوا كل شيء حي من هالميات اللي رح تعطونا إياهم. لو بتجوا بعد شي شهر أو شهر شوي شوف تشوف الجنينة بتجني، بس بالصيف ما في نسقيها، منين بتجيب له مي؟ نحن لما قالوا الخزان عم ينعمل صدقني إنه كل يوم نطلع على سطح بنطلع عليه بنحسه عم يضوي. جد لما شفت هالمعدات اول ما استلمناه هون تفاجأت بنوعيه الاكيبمان يلي اجى، لانه هذا اكيبمان كثير بريح. نحن في فوق ال 10500 مواطن سوري اجوا على هالمنطقه فوق المواطنين الموجودين اليوم. اي عطل كان يكون عندنا ياخذ وقت كثير لنصلحه، سياره ما كان عندنا، يعني نقل ليجوا من منطقه لمنطقه ما كان عندنا. اليوم صار فينا نصلح مباشر، يعني عطل بصير الصبح عشيه بيكون مصلح. جينا اليوم قلنا ما نفكر بآليات بطرق بوسائل بتساعد بلدية تكون محفز اقتصادي، تكون وسيط للتماسك الاجتماعي، وتكون عم تلعب دور فاعل بضبط الأمن بأشكال غير عنفية يحترم القانون، لأنه إذا ما عملت هذا دور بلدية السوريين واللبنانيين لن يكونوا مسالمين في المرحلة، في خطر إنه ما يكونوا مسالمين، لأنه الناس تقدر تحول لمستوى ما. للاسف يعني انه نحن صرنا بالقرن ال 21 وبعد فيه مطارح صرف صحي ما فيها، مش مطارح لاكثر المطارح على مستوى الجنوب بالاخص بالبيسريه، ما كان في مجال من امكانيه انه نعمل شيء من هذا الصرف الصحي، فكان بصراحه يعني في انقاذ لنا وللناس وللبيئه وللصحه. بعد 300 وحده سكنيه هاو استفادوا من المشروع، بالاضافه للسوري اللي قاعد كمان بهذه المنطقه. هذا الجسر كنا بالاساس نمر على السلمه، هالسلمه سلمه خشب ونقطع من هيدا الناحيه. صرنا زمان كان عمره 7 أو 8 سنين. نحن صغار يعني بنشتغل بهالارض، يعني كانت هالارض ما تقدرش توصل عليها نهائيا، طرقات ضيقه ووحل. كان يبرموا على مسافه 2 كيلومتر او كيلومتر ونص تقريبا ليبرموا البرمي ليجوا يقطعوا. نحن هلا تواصلت الضيعه تساعد نايل تحت وتساعد نايل فوق، كان يبرموا على زحله. لا 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 ما توقعنا، فعلا ما توقعناش بدون مبالغه، فعلا يعني شهر شهر وشوي كان راكب الجسر. كنا نحن بحاله مش قادرين ندفع فاتوره الكهرباء. المشروع اللي انعمل بيقدر ينزل فاتوره للصفر. كل ما كانت شمس اقوى كل ما اخذت مي بتوصل 52. فصرنا عم نتغذى بالطاقه الشمسيه بدون دفع فاتوره كهرباء. هذا الخندق طايف من هان للرزيه. يا حبيبي كانت من زمان تطوف الضيعه توصل المي لهان، الحمد لله السنه ما طافت. بس تشت الدنيا والله يبعث الخير بطوف الخندق، بيقلب لوين؟ على البنا. كان يطوف النهر هذا يفوت لجوا على البيت لجوا. كنا ننظر ب 15 20 يوم بالبيت جوا من الطوف ومن المار. يعني انتم مش عارفين قديش هالمشروع كان ناجح بالنسبه للبلد للمزارع، ف
فألف شكر لكم. هلا نحن نشكركم على كل متر بتون عملتوه هون. هاي ورقة لوتر احنا اكيد. مثل ما شفتوا انتم يمكن جايين على الطرقات، شفتوا ناس اللي جاي ماشي اللي راكب على موتوسيكل. مشكلة التنقلات من الطريق العام للمركز، السير كتير خفيف، فانه ضروري لازم يكون في فان من المركز للطريق العام لتحت. عم يجوا على الموتوسيكلات، وحدي بطنها قدامها هيك وراكبة ورا زوجها على الموتوسيكل وجايين، يعني هذا. والليدات يوميا بتروح المستشفيات معبية ما في محل، يعني هذا الإيكو ساعدنا كثير، لأنه كان الراديولوج بده يشتغل على إيكو والجينيكولوج بده يشتغل على إيكو. بس هلأ صاروا في اثنين ماشيين الحمد لله، والناس مرتاحين ونحن مرتاحين والحكيم مرتاح. في احلى من هيك؟ انه صار عندنا ملعب، كنا نقطع مسافه كبيره لحتى نلعب جول، هلا صار الملعب ضعفين. بتعرفوا انتم ملعب الميني فوتبول كثير شيء مهم بالنسبه لشباب المنطقه، بدل ما الشاب يروح يلتهي باي شيء او يمكن يضطر اذا ما لقى شيء يتسلى فيه يشرب سيكاره وتضره بصحته، لا بيجي بيلعب فوتبول. وقت اللي بيجوا شباب فريق من الضيعه الثانيه وبيكون معهم اهاليهم، يمكن يروح على الدكان الموجوده بالضيعه يشتري منه، يكون حرك شوي الاقتصاد الجزيري. اكبر هم على المزارع العكاري هو وعبء عليه هو بس بده يطلع الانتاج. حوالي 800 ل900 مزارع كلهم مستفيدين. هذا المشروع يعني هون يشجع التجار هلا يحطوا عنا. قدموا البناء مع الخط، مع البيك اب، مع الصناديق الفارغه. همنا الاساسي يبقى المزارع مرتبط بارضه وبشجره التفاح، ما يهجر ويروح على المدينه ويصير عبء